The next contender is Muhammad Lahir. Muhammad Lahir is 15 years old. He is from Batley in West Yorkshire, from Madrasa Talimuddin. And he'll be doing the first 10 juz of the Quran. اقرأ من قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إن ما لك من الله من ولي ولا نصير وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم من العلم ما لك من ما لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Read the ayah again, because this big mistake, if you stop here, you have to carry on. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Together. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تحاربون لما تصدونه قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء
وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَى قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى اسمع listen to me first وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون جزاكم الله خيرا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه
وغير متشابه انظروا إلى ثمره كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله جزاكم الله خير. The next contender is Uzair Fajandar. اسمه Uzair Fajandar. He is from Batli, Madrasa Ta'lim al-Din. He's 16 years old and he's doing the first 10 juz of the Quran. Uzair Fajandar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جزاكم الله خير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ألم
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. جزاكم الله خيرا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا 1000 من الذين كفروا 1000 أجل إياكم منكم 20 صابرون وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 وإن يكن منكم ألف يغلبوا 100 وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. The next contender is Ibrahim Akodi. Ibrahim Akodi, he's from Batley as well. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى
فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا Which one? إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم What's after that? Which one? There's two. تقول لي وان آية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أوكي وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تقول لي وان آية There is no تشابه وعنده مفاتيح الغيب بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون انفروا خفافا وثقالا بسم الله الرحمن الرحيم
انفروا خفافا وثقالا. ثقالا. انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا لو كان لو كان عرضا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عفى الله عنا وعنكم. آمين آمين آمين. ما شاء الله.